سيرة المفتي ترتدي أم الشهيد لباسا أبيض وتنطق بزغروطة حلوة لأن ابنها يزف إلى الجنة، هل يشفع الشهيد لأسرته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثبت في الحديث الصحيح أن الشهيد بهذه الرتبة يشفع لسبعين من أهل بيته، أو في رواية لسبعين من أقاربه. ولذلك حق لوالدة الشهيد ولوالد الشهيد ولابن الشهيد ولزوجة الشهيد ولبنت الشهيد ولشقيق الشهيد ولأخيه وأخته، هذه العائلة الكبيرة حق لها أن تفرح. صحيح الفراق، وصحيح نحن بشر ونتأثر بهذه اللحظة، لكن عندما لو كشفت الحجب ونظرنا إلى هذا الشهيد أين هو، ونظرنا في مكانته وفيما هو فاعل، سنجد بأننا نفرح لا نحزن. ولذلك الشهيد الوحيد الذي قتل في المعركة، الوحيد الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة بعد أخرى، يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله كما قتل قبل ذلك، ثم يرجع فيقتل في سبيل الله. لو سألته لماذا هذه الأمنيات ولماذا هذا الرجاء، بلاش الأمنيات، لكن لماذا هذا الرجاء من الله سبحانه وتعالى ترجو أن ترجع إلى الدنيا، لكان الجواب منه أنني رأيت فضلا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى لا تتوقعونه أنتم بأذهانكم ولا بعقولكم ولا بأبصاركم المحدودة الرؤية. نحن في ملأ آخر، نحن في تكريم آخر، تكريم إلهي لا يدنيه ولا يقترب منه أي تكريم من تكريمات الدنيا. فكونوا أنتم في دنياكم، لكن افرحوا لي كما أنا في حالة فرح الآن. والدة الشهيد، والد الشهيد، زوجة الشهيد، أقارب الشهيد، افرحوا بهذه الرتبة العالية عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الابن البار الذي نال هذه الرتبة سيأخذ بأيدينا نحن كأقارب له، ويشفع في وقت نحن في حاجة شديدة إلى هذه الشفاعة، إلى شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة هذا الرجل الذي ابتلي بذلك ومات شهيداً.